طيب جميل. ماشي صوت كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. اختار صوت ايه؟ صوت اقل شوية من الاول. طيب مثلا ما تقول ماشي الحال، هنحاول نشوف كده نوصل واحدة واحدة. بسم الله الرحمن الرحيم. اخبار صوت ايه؟ طيب قرار من ان امر بضل العاشق من النور بشر خفيف عايش في امر ان شاء الله باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده مع المحاضره الثالثه من محاضرات دوره البي ام بي البروجكت مانجمنت بروفيشنال. عايزين نراجع كده على المحاضرة الثانية اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت يوم الجمعة إن شاء الله. بس للأسف أنا مش عارف المحاضرة الثانية في مشكلة في تحميلها، ممكن هنراجع كده على قد ما نفتكر. طيب احنا كنا اتكلمنا في المحاضرة اللي فاتت على تأثير المنظمات على الشركات على إدارة المشروع، ازاي ان الشركات بتأثر على إدارة المشروع من حيث الشركات دي درجة نضجها في إدارة المشاريع، كيفية تنفيذها لإدارة المشاريع. تمام، بالنسبة لنا فبيبقى بالنسبة لنا اختلاف المؤسسات بيؤثر في درجة إدارة المشروع. بعدين فاتكلمنا على ان كل شركة من الشركات بيبقى استراكشر معين، وان الاستراكشر ده بيكون مؤثر على درجه اداره المشروع، واتكلمنا على كذا انواع من المنظمات او كذا انواع من الشركات. اتكلمنا الاول عن فانكشنال اورجنايزيشن. ايه الفانكشنال اورجنايزيشن؟ احنا مؤهلين الناس، الهيكل بتاعنا عباره عن ادارات وظيفيه. اداره الصيانه الكهربائيه، اداره الصيانه الميكانيكيه، او اداره التركيبات الكهربائيه، التركيبات الميكانيكيه، اداره الشؤون الماليه، اداره الشؤون الاداريه. طيب اخترنا واحد من كل اداره من الادارات دي عشان نعمل المشروع. طيب قلنا عشان واحد من الشؤون الماليه يعني يطلب طلب الراجل من الشؤون الاداريه في فانكشنال اورجنايزيشن، لازم كل واحد فيهم يطلب من مديره، فاذا القرار بيبقى من عند المدير. طيب ده في اللي هو الفانكشنال اورجنايزيشن. بعدها في نظام دخلنا عملنا حاجه اسمها الماتريكس اورجنايزيشن، وقسمناها لثلاث انواع، في نوع اسمه الويك والبالانسد والسترونج ماتريكس اورجنايزيشن. مشكله الماتريكس اورجنايزيشن بصفه عامه ان الواحد اللي موظف اللي شغال في المشروع بيبقى عنده اثنين رؤساء، له رئيس اللي هو رئيسه شو ادراك. معلش الصوره مش موجوده، انا بشرح لكم براجع بسرعه كده، هي الصوره ان شاء الله المحاضره الثالثه تكون احسن ان شاء الله. في له رئيس اللي هو مدير الاداره بتاعته اللي هو وظيفي، وله رئيس ثاني اللي هو مدير المشروع اللي سميناه في البيوت ماتريكس، سميناه ان هو كوردينيتور او اكزيبيتور. قلنا الكوردينيتور يفرق على الاكزيبيتور، الكوردينيتور
ممكن يرفع تقارير الاثنين، يا اما تعملها واحد من الستاف يا اما الجريتور يا اما كور جريتور، موثق للمشروع فقط. بدأنا في الماتريكس في البالانس ماتريكس ان احنا نعين واحد نسميها مدير مشروع، فبدأ يكون معاه جزء من الريسورسز والبادجت الميزانيه، فبدأ الراجل اللي هو اللي شغال اللي عنده اثنين بزنس اثنين رؤساء بقى عنده مدير مشروع قوي، فبقى عنده هنا في تنازع كبير. بعد كده عملنا اداره اسمها اداره المشاريع. اداره المشاريع دي عملنا اداره في الشركه اسمها اداره المشاريع، ده من اللي هو بقى في اهتمام من الشركه للمشاريع. اداره المشاريع طيب اداره المشاريع اداره المشاريع بيبقى بالنسبه لك كل اللي تحتها مديرين مشاريع، فلذلك بقى مركز مدير المشروع اقوى من مركز المدير اللي هو الوظيفي او اللي هو بتاع الشخص اللي شغال في المشروع. الصوت رجع في اشكاليه في الصوت. كويس ما تكونش بابا، احنا نحاول على قد ما نقدر. طيب في ناس بنجربها وفي جنة، انا بحاول على قد ما اقدر شلت كل اسباب زمان الله. ماشي. طيب بنكمل الكلام معلش. بالنسبة ل اتكلمنا عن كل ماتريكس بانواعه اللي هو الماتريكس بانواعه اللي هو السترونج والبالانسد والويك. عملنا نظام تاني اسمه نظام البروتايت اللي هو نظام ان كل مشروع بيجي الناس بتاعته. طيب قلنا النظام ده البروتايت فيه ميزه لمدير المشروع ان مدير المشروع هو له السلطه المطلقه. وفي نفس الوقت في عيوب. ايه العيوب؟ زي ما المهندس منصور عدم الولاء لايه؟ للمؤسسه. طيب بالنسبة عدم الولاء للمؤسسة، بالولاء بيكون لمين؟ للمشروع. وفي نفس الوقت ان الراجل اللي هو اللي شغال في ادارة المشاريع في البروجكتايل ملوش مكان يرجع له، بنقول له هو نيو هوم، يعني قبل ما المشروع يخلص هيحاول يدور على شغل جديد. طيب ده دخلنا بعد كده ان احنا دخلنا بقى في مرحلة الانيشيتنج، مرحلة بداية المشروع، وعملنا أول حاجة اسمها البروجكت شارتر. اللي هي الوثيقة التأسيسية للمشروع، ممكن نسميها شهادة ميلاد المشروع. الوثيقة اللي هي التأسيسية للمشروع بيكون فيها الوصف بتاع المشروع، بيكون فيها الريسكس العالية اللي في المشروع، الستيك هولدر اللي هم كي ستيك هولدر اللي هم أصحاب المصلحة الرئيسيين في المشروع، ميزانية تكون طبعا ميزانية دقيقة أقل شوية، نحن لسه في أول المشروع، التايم سكادول مايل ستون سالري يعني سالري للمراحل الزمنيه للمشروع. بيكون فيها الريكوايرمنت الاحتياجات اللي هم هاي ليفل اللي هي الاحتياجات الاجماليه للمشروع بتكون في الوثيقه اللي اسمها البروجكت شارتر. طيب بعدها عملنا حاجه اسمها عرفنا اصحاب المصلحه وقلنا معلش الصوره ثابته لان انا السيشن 2 ما اعرفش ايه المشكله اللي فيها حملناها مش عايز اتحمل معاها، فدي صوره المحاضره الثالثه بتاعتنا، فانا برجع لكم لسه المحاضره الثانيه. طيب عندنا برضه الستيك هولدر بدانا نعرفهم وناخد انفورميشن منهم عشان نعمل حاجه اسمها ستيك هولدر ريجستر. ايه الستيك هولدر ريجستر؟ اللي هو سجل اصحاب المصلحه. بدانا نعرف اصحاب المصلحه، نقدر حاجتين في صاحب المصلحه، نقدر قوته ونقدر اهتمامه بالمشروع. عملنا اللي هو التحديد على هذا الستيك هولدر. قررنا في الستيك هولدر ريجستر سجل اصحاب المصلحه المعلومات دي كلها عنهم. بعد كده عملنا ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي، يعني ايه؟ خطه اداره اصحاب المصلحه، هنديرهم ازاي؟ في ناس بتبقى سلبيه، ازاي اقلل الضرر بتاعهم؟ وفي ناس ايجابيه، ازاي استفيد بيهم اكبر استفاده؟ وده كان في المحاضره اللي فاتت. هنبدا النهارده في نولج جينيا، اول نولج جينيا نتكلم فيها او جانب من جوانب النفاق البروجكت سكوب. مين ده مفيش صوت؟ اخبار الناس ايه؟ الصوت اخباره ايه؟ ناس كتير الصوت شغال، ممكن حضرتك تعمل ريفرش.
وش الجهاز. تمام تمام هنبدا النهارده بروجكت سكوب مانجمنت. تمام السكوب ايه معنى السكوب؟ تدارك السكوب يعني النطاق، يعني ازاي هدير اعمال المشروع. طب هنحاول المره الجايه ان احنا نغير المايك، نشوف مايك افضل شويه ونظبط ان شاء الله. ان احنا ندير اصحاب ندير السكوب اللي هو نطاق العمل بتاع المشروع. بروجكت سكوب مانجمنت يعني اداره نطاق العمل بتاع ايه؟ المشروع. طيب فاكرين الجدول اللي كنا اتكلمنا عليه؟ اول حاجه اللي هي الجيولي عندنا هي السكوب. طيب السكوب لنطاق المشروع نفسه، تمام؟ هيحصل في البلاننج عندنا ثلاث عمليات، ويحصل في المودرنج اند كنترولنج عمليتين. العمليه الاولى هي الكوليكت ريكويرمنت، هنبدا في تجميع الاحتياجات، هنبدا في تجميع احتياجات المشروع. تاني حاجه هنبدا نعرف السكوب، نعرف السكوب بتاعتنا. تالت حاجه هنعمل كريت للدبليو بي اس. يعني ايه دبليو بي اس؟ ورك بريك داون ستراكشر، اللي هو الهيكل التنظيمي لاعمال المشروع. طيب عندنا في المودل عند كنترول كانت في اثنين في عمليتين، عمليه اسمها فيريفاي سكوب، هبدا في التحقق من تسليمات المشروع، والعمليه الثانيه اسمها كنترول سكوب، يعني هبدا ان انا اعمل مونيتور اند كنترول، التحكم بقى في السكوب ان السكوب ما يبقاش فيه اي مشكله. ان شاء الله هنعرف قدام يعني ايه دبليو بي اس في المحاضره الجايه مش المحاضره دي. يبقى اذا هيبقى عندنا في البلاننج ثلاث عمليات، كوليكت ريكوايرمنت، ديفاين سكوب، كيفين دبليو بي اس. دبليو بي اس يعني ورك بريك داون ستراكشر، يعني الهيكل التنظيمي للمشروع. المشروع هنعرف ازاي، هنتكلم عنه في حينه. طيب مونيتور اند كنترول بيبقى فيه فيريفاي سكوب، التحقق من السكوب تم التسليم، تم التسليم، واحنا دي بتساوي فورمال اكسبتنس يعني قبول، زي ما واحد بيسلم مثلا الافيسات، تمام، وياخد بيها المستخلص بتاعه. كنترول سكوب ان انا افضل متابع السكوب اللي ما يحصلش اي مشكله بعد كده. كل ده هنفهمه ان شاء الله. نبدا اقول يعني ايه مانجمنت بروجكت سكوب؟ ازاي ندير السكوب؟ ملخص الامر ان احنا نضمن ان المشروع يشمل كل العمل المطلوب منه. Includes all the work required. يضمن كل العمل. انا بعمل مشروع لازم اضمن ان المشروع ده يتعمل فيه كل المطلوب. And only the work required. والعمل المطلوب فقط. احنا بالنسبه لنا هنا كنا بنتكلم عن مشروع اقامه مستشفى. يبقى بالنسبه لنا اللي لابد ان كل حاجه موجوده في المستشفى ومنصوص عليها في البوليت شارتر وفيما يليها من الاوراق ما تكون موجوده. وكمان ما يكونش زياده عن العمل الموجود. نضرب مثال. طب الزياده دي حاجه كويسه ولا وحشه؟ الزياده دي بيسموها بولد بليت، حاجه وحشه. ليه؟ نضرب مثال. المثال بتاعنا بتاع اقامه المستشفى. تخيل انت مطلوب منك انك انت تسلم المستشفى. رحت انت تطوعا منك انت رحت عامل جنينه قدام المستشفى. طب عمل ده عمل صح ولا عمل غلط؟ نشوف كده اراء الناس. اللي رايه صح يكتب لي واحد، اللي رايه اللي عمل غلط يكتب لي اثنين. ما شاء الله كله كاتب اثنين. طيب تمام تمام صح كده. غلط ان هو يعمل حاجه زياده.
لانه خارج عن السكاجوال، لا لانه خارج عن العقد، عن الكونتراكت اللي هو اللي موجود. طيب ده يؤدي بايه؟ ان انا اضيف حاجه زياده لما اجي اعمل مشروع تاني، هيؤدي فين الزياده؟ هيؤدي عدم ثقه، في عدم ثقه ان انت اكيد اكيد انت كسبان منه كتير، لذلك انت بتعوضه انك انت بتجيب حاجه اكسترا. لذلك البي ام اي بوز مانجمنت ستيون انستيتيوت بيقول لك اكسترا، ما تديش العميل حاجه زياده، تديله المطلوب منه بالظبط. مش احنا في بيننا كونتراكت، في بيننا عقد، بسلمك اظن ان شاء الله مفهومه. عايزين نقول انفورميشن اباوت بروجكت، احنا مش عارفين معلومات عن المشروع. الراجل ده بيجمع اهو بيجمع. So we need to collect requirements من مين بقى؟ From stakeholders. يفرق ايه عن هو وصف المشروع ده، لكن انت وصف المشروع ده اجمالي في الاول، وكل الصفات اللي تميز المشروع عن غيره اسمه نطاق المنتج اللي هو دور التسكو. هو وصف المشروع هو نطاق المنتج، بس اي صفه او اي وظيفه بيأديها المنتج تمام؟ يبقى دي اللي هي نطاق المنتج. يبقى احنا عايزين نجمع الاحتياجات من الستيك هولدر. نطاق المشروع في سؤال ممكن اغير فيه طول ما المشروع شغال؟ طبعا هنشوف ازاي هنغير فيه. نطاق المشروع طبعا بيحصل حاجه اسمها تشينج ريكويست، وازاي احنا بنوزع على تشينج ريكويست. ولما نيجي نعمل سكوب مانجمنت بلان بعد ما عملناها الدوره، مش احنا قلنا في حاجه اسمها بروجريسيف اوبريشن، يعني تقدميه الوضع. احنا بنعمل الاول تخطيط اجمالي، بعد ما اعمل تخطيط اجمالي طب حاجه التخطيط للسكوب، في تخطيط تاني ليه؟ للريسك مانجمنت. فالريسك ابدا ان انا اعمل حاجه اسمها ريسك ريسبونس، تمام؟ ريسك ريسبونس خلاني ارجع اغير في السكوب تاني، ما نستعجلش الاحداث. طيب هشوف بقى شويه تولز وتكنيكس هنستعملها في تجميع الاحتياجات بتاعت الناس. يعني احنا دلوقتي قدامنا ستيك هولدرز، هبدا اجمع منهم الاحتياجات، ايه المطلوب في المشروع؟ هيبقى عندي شويه ادوات هستخدمها عشان اطلع من الناس ايه المطلوب في المشروع. اول اداه من ادواتي الانترفيوز، المقابلات. المقابلات دي اما تكون رسميه او غير رسميه، طريقه رسميه او غير رسميه عشان اكتشف المعلومات من الناس اللي هم اصحاب المصلحه. اجيب الناس واقابلها، ممكن اقابل واحد قصاد واحد، او اقابل مجموعه تقابل واحد، او واحد جاي مجموعه، او هي كل اشكال الانترفيو موجوده. ان انا بالنسبه لي الراجل المتخصص ده باخد منه المعلومات اللي محتاجها في المشروع بتاعي، تمام؟ واحد متخصص في شيء في حاجه معينه في الاجهزه الطبيه مثلا اللي عاملها في المشروع، طب باخد منه ايه الاجهزه الطبيه اللي احنا محتاجينها في المشروع؟ وايه تاثير الاجهزه الطبيه على مساحه المشروع؟ ببدا اخد منه عن طريق انترفيو. التولز والتكنيك الثانيه اسمها فوكس جروبس. ايه الفوكس جروب؟ من اسمها فوكس، يعني ايه؟ مرتبه. بجمع مجموعه من الخبراء في مجال معين، المجموعه من الخبراء دول بيبقوا دايما في مجال دقيق، يعني اكسبيرتس. تمام؟ فيها نوع من التركيز. احنا مثلا كلنا بنتكلم مثلا في قطر الاعمده، فنجيب الناس كلها تمام بنتكلم مع بعض في الاعمده اللي هتطلع بتاعه المستشفى. كل الناس الخبراء في هذا المجال بنتكلم، فاسمها فوكس جروبز، مجموعات مركزه. كل مجموعات مركزه تبدا تجمع من بعضها تمام المواقف بتاعتها والاكسبكتيشن للبرودكت والسيرفيس والريزلت، يعني بشوف مواصفات المنتج اللي احنا عايزينه، ازاي نوصل لهذا الامر. ده عن طريق حاجه اسمها الفوكس جروب، ودي بالنسبه لنا تولز بستعملها في تجميع احتياجات المشروع. خش على فيلم تاني. حاجه اسمها فاسيليتيتد ورك شوبس، ورش عمل. ورش عمل تفصيليه دي عباره عن محاضرات، تمام؟ محاضرات بتلقى لمجموعه من الناس
بينهم ارتباط في طريق عملهم. المجموعه الفوكس جروب كان مجموعه مركزه في جانب معين، لا ده في مثلا مجموعه الكهرباء هتخش مع مجموعه المجني، هيبدا واحد ازاي يربط بينهم عن طريق ورشه عمل، ازاي يربط بين اللي هم الناس بتوع الكهرباء والناس بتوع المدني شغل المدني، اللي هم يربط بينهم في انشاء المشروع، نبدا تبادل الاراء، ويبدا الراجل اللي هو اللي بيقول محاضره يشوف يجمع الاراء منهم، ويشوف بقى الديفرنسز الموجوده وازاي يقلل هذه الاختلافات، ومين اللي هيقنعه بان ريكوايرمنتس هيتاخد، وده هيكون موجود فين؟ فاسيليتيتد ورك شوب ورش عمل. هنخش على حاجه اسمها جروب كريتيف تكنيكس اللي هي تولز بتاعت العمل الجماعي. في اكتر من طريقه من طرق العمل الجماعي ان انا بالنسبه لي اخد قرار او اخد اوظف العمل الجماعي لخدمه المشروع. اول حاجه اسمها البرين ستورمنج. البرين ستورمنج اللي هي الطرق دي، في سؤال بيقول الطرق دي لازم كلها تحصل؟ لا طبعا مش كلها تحصل، معروف كل مشروع ممكن واحد يستعمل كل الطرق او يستعمل نصها او يستعمل بعضها، ده مش لازم كل الطرق. احنا بنقول الدي ام اي بيعرض لك كل الطرق، تمام؟ بيعرض لك كل الطرق في جمع المعلومات وانت بتاخد فيها المناسب ليك، تمام؟ البريك تورمنج اللي هو العطف الذهني. نقعد مع بعض كلنا، احنا كده ممكن نعمل عطف ذهني بيننا وبين بعضنا، كل واحد فكره. ودي فيها حاجه جميله جدا ان يحصل توليد الافكار. ان حضرتك قلت مع قلت معلومه معينه استفاد منها زميلك وقال فكره اجدد منها. تمام؟ بالظبط حسب نوع المشروع. الفكره اجدد افكار متعدده، كل دي افكار دي بتكتب، تمام؟ ويحصل بقى ايه؟ برين ستورمنج، العصر الذهني، ونشوف احنا وصلنا لايه في الاخر. في حاجه اسمها النومينال جروب تكنيكس. النومينال جروب تكنيكس بيحصل فيها شبه العصر الذهني بالظبط، لكن بيبقى دايما للناس اللي هم ما بيعرفوش يتكلموا، في بعض الناس بتحرج ما تتكلم. فبقى اقول لك ايه؟ زي ما قدامنا كده عندنا قدامنا في سبع، واحد واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه، عندنا في سبع احتياجات عايزين نرتبهم باولوياتهم. ففي جونز راح قايل ان دي بديها سبعه مثلا من عشره، ودي قال خمسه، وقايل تلاقي واحد، جينا خمسه من الخبراء كتب الارقام، فبدانا نجمع ارقام. أكبر رقم رتبناه اللي هو ده، هو ده اللي هو أكبر أكثر احتياجا. يبقى إحنا بنعمل هنا زي رانكينج تصنيف، إحنا بندي لكل ضعف من المعطيات نديله درجة. وفي نفس الوقت نجمع درجات كل احتياج من الاحتياجات ونبدأ في التصنيف، يبقى كده اللي هو الاحتياج اللي هو رقم إي هو رقم واحد، ليه؟ لأنه خد أعلى نقط. قلت لكم هنا جروب تكنيك حقيقيه، تمام؟ فكل واحد بيكتب الاحتياجات دي كلها، فده خد رقم واحد لانه خد 26 نقطة، وبعدين احتياج رقم ايه؟ تلاقي الثاني لانه خد 24 نقطة، تمام؟ واحتياج رقم سي خد الثالث لانه خد 23 نقطة. تمام؟ وهكذا، أنا ببدأ إن أنا في اختيارات عندي متعددة، بشوف إيه الأولى. ده عن طريق وده العمل من الاعمال الجماعيه اسمه جنرال جروب تكنيكس. طيب في حاجه اسمها الدلفي تكنيك. طيب ايه الدلفي تكنيك؟ طريقه من الطرق اللي عايز اوصل بيها للاجماع من الخبراء. مش خلي بالنا احنا كل اللي بنعمله عايزين احنا شغالين دلوقتي في طرق جماعيه، تمام؟ في جمع المعلومات. فاحنا دلوقتي في حاجه اسمها الدلفي تكنيك. الدلفي تكنيك دي غريبه شويه. بنحاول نوصل بيها لاجماع من الخبراء. بسال كل خبير على حده. خلي بالك. بنسال كل خبير على حده.
بنسألهم في الخفاء، يعني أنا حضرتك لما بسأل الباشمهندس محمد طه ما بقولش المهندس خالد سعد اللي سألته، كل واحد بسأله على حدة، التليفون ده، ميل ده، كل واحد بسأله موضوع ما سألت غيرك. تمام؟ وأبدأ أنا أسألهم، هم عبارة عن ستة من الخبراء أهم الدول، وبدأت أسألهم في مسألة معينة. بدأ كل واحد يقول رأيه. بدأ كل واحد يقول رأي من آرائه. آرائي طبعا محايد طبعا. ضغط بقى الباحث أراضي بتاع جروب التمانجر ده عايز يشوف الاحتياجات، فبيبقى كل واحد وقدامه تلفظ آراء من رأيين، فبدأوا إن هما كل واحد يقول رأي. طيب بدأ الناس اللي هو سبت خمسة وستة قالوا رأي معين، والأربعة سبت الأولين قالوا رأي تاني. بدأت بقى إن أنا آخد فيدباك من الأربعة دول وأرجع أقول الاثنين دول. فبدأ الراجل اللي هو الخميس ده يقتنع. فبدأنا إن إحنا الخمسة اقتنعوا، ممكن لو عملت الراوند بتالتة أو الرابعة اللي هو الإكسبرت السري في القناة. تمام؟ يبقى هنا الديلف تكنيك من أهم من أكثر الحاجات اللي بتصير فيها في الكوليكت ريكوايرمنتس في التولز بتاعتها. ان انت تسال كل واحد منهم لوحده، ما تقولوش ان انا سالت غيرك. طب بعدها تسالهم انقطع مثلا رايين. تاخد فيدباك من الناس الكتير. تبدا تكلم الناس اللي هم الراي الثاني. تمام؟ تبدا ان تقول لهم تجيب الفيدباك اللي انت خدته من الاربعه اللي على طيب يا انا بحاول ابعد على قد ما اقدر. هوطي الصوت برضه شويه. بنبدا ان احنا ناخد فيدباك من الاربعه اللي احنا خدت منهم راي، وابدا اكلمهم ربما بيقتنعوا، وبحاول ان انا اوصل معاهم الى ان انا اقتنع. وهم طبعا ممكن يقتنع براي مختلف، وكل دول يبقى وصلت لشبه ايه؟ اجماع. دي اسمها الدلفي تيكي، بحاول اوصل لراي واحد او باجماع. حاجه اسمها المايند مابنج او الايديا مابنج. نبدا كل واحد بنتكلم مع بعض ان احنا نعمل فكره محوريه تتفرع منها مجموعه من الافكار. تمام؟ نبدا نفرع هذه الافكار علشان نطلع الاحتياجات بتاعتنا بتاع المشروع. طيب في الافكار دي ان انا بخلي الريكوايرمنت اقسمها لجروب. فمثلا عندنا هنا مكتبه بتاعت المشروع قسمتها الاحتياجات بتاعت البوك ستورج من مبنى الكتب، واحتياجات بتاعت الكمبيوترز، تمام، احتياجات بتاعت المكاتب، واحتياجات خدمه ايه؟ العمال يعني. تمام؟ وكل واحده بقى تحطها، ودي بقى عباره عن ورق صغير، كل واحد شايف احتياج شايف ريكوايرمنت معين يحطه، وتبقى الورق بيتلزق تحت ايه؟ البوك ستورج. انا ببدا ان انا اسهل عن طريق ما عملت كاتيجوريز تصنيفات للمشروع بتاعي، فكل واحد احتياجه يشوف احتياجه تبع الكمبيوتر مثلا، يبدا يحط ايه تبع الكمبيوتر او يكتب تبع تحت ايه الكمبيوتر. يبقى انا كده عملت عملت كونكت للريكوايرمنتس بتاعتي. طيب في حاجه اسمها تولز برضه عندي اسمها البروب ديسيشن ميكنج تكنيكس. ازاي ناخد القرار؟ انا مع حضراتكم دلوقتي بحاول اخد القرار. هاخده ازاي؟ القرار في الدنيا كلها في قرارات عمل جماعي يبقى حاجه من الاربعه دول. يا اما حاجه اسمها يونانيتي، يعني ليه كونسنسس اجماع، الناس كلها مجمعه على حاجه معينه. موافقه، كل موافقه، يبقى عملنا ايه؟ اجماع. تمام؟ طيب يبقى هي طريقه من طرق اتخاذ القرار ان كلنا موافقين، طلعنا من الاجتماع وكلنا موافقين، يبقى احنا كده هنتخذ قرارنا. في طريقه ثانيه ميجورتي، ان انا بوافق اكتر من 50%. ايه رايكم يا جماعه؟ ايه رايكم في الاحتياج الفلاني؟
ف 60% وافقوا و 40% ما وافقوش. طيب احنا خدنا القرار على الناس الاكثر اللي هم معظم الناس اللي هم اكثر من 50%. طيب البريورتي، البريورتي اللي هي القطبيه، يعني ايه القطبيه؟ طب بفرض ان هو عندي 3 اراء في المجلس بتاعي تمام؟ وعندي 10 في المجلس او في مجلس الخبراء اللي انا جايبهم عشان استشيرهم في الامر. ففي 4 قايلين قرار و3 قايلين قرار و3 قايلين قرار. اقول لا ده انا هاخد اقوى اكبر ايه مجموعه قطبيه، باخد لارجست بلوك الجروب تمام؟ الجروب تمام؟ طيب في رابع طريقه من الطرق للترشيب الدكتاتوريه. خلاص انا هاخد القرار بنفسي. وكده الدكتاتوريه مش معناها المعنى السلبي اللي احنا عارفينه. طبعا لو واحد بيتخذ كل قرارات الدكتاتوريه فانا صعب. لكن في مش محتاجه ان انت لمدير مشروع انك انت تستشير فيها الناس. لو الصوت رجع فقط مش مشكلة، لا رجع احسن من الاول. طيب خلاص نبدأ، نبدأ ماشي. صوت رجع تمام تمام ناس كتير يبقى. طيب نرجع تاني، احنا كنا وقفنا عند الجزء الأخير مش مش فيه صوت. هو جزء اللي هو شمس وصلي. والله أنا برهان عايز على دكتور شيب. احنا وصلنا للترشيب خلاص تمام. دلوقتي نعمل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله من السماء ومن السماء عشان سبحان الله تكون ماسك السماء. دي حاجة تعمل ريفريش أو حاجة ربنا يسهل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل بقى كوشنيرز أند سيرفيز. أدي تولز من الأدوات اللي احنا بنستعملها اللي هو كويشنيرز. لما يكون عدد كبير تمام، العدد كبير لا احنا صعب قوي ان احنا قرار عايزين نرجع القرار. طيب ماشي استجابه رغبه الناس نرجع تاني للقرار. نقول ان في التول بتاعت اتخاذ القرار اربعه. يونانيتي يعني اجماع تمام، ان الناس كلها تكون موافقه. طيب لما ناخد القرار بالاغلبيه ميجوريتي، يعني اكثر من 50% من الناس موافقه احنا خدنا القرار بالاغلبيه. بلوراليتي يعني قطبيه، يعني عندنا 3 اراء بناخد الراي الاكثر، او عندنا 4 اراء واخد ناخد اكبر نسبه موجوده نقول عليها اغلبيه قطبيه. لو احنا كنا فاكرين مثلا مجلس الشعب تمام كان بيبقى يعتبر حزب الحريه والعداله واخد بلوراليتي، يعني هو مش من مش ما يعرفش يعمل ميجوريتي الا لما ياخد مجموعه صغيره معاه يبقى ايه؟ ميجوريتي. يعني هنضرب مثلا 45% او 40% ما يعرفش ياخد بيهم اغلبيه، بس لو في لو في عدد 3 جبهات هيبقى هو الاغلبيه. لو احنا خدنا النظر ناخد القرار بالقطبيه. يا اما قرار بقى بيتاخد بيتاخد شد، وقلنا ان بيتاخد شد مش حاجه وحشه، مش في الغالب حاجه وحشه، لان يعني مش على طول حاجه وحشه، عادي حاجه وحشه طبعا لما يكون قرار مصيري واخده رد الدكتاتوريه دون ان اعبا باراء الناس. فطبعا ده شيء المفروض في الدي ام بي، المفروض في الحياه، المفروض في كل بكل اشكاله. ليه؟ لان انت كعقل لا تستوعب كل شيء. ده احنا حتى التولز بتاعتنا اسمها اكسبيرت جادجمنت، لو انت محتاج خبير في حاجه معينه انت تستشير. طيب قلنا ان في تولز جديده بقى
الاستاك والشمال ده في الفيز. لما يكون عندي عدد كبير ابدا في ان انا اكتب اسئله واعمل استقصاء، تمام، واعمل لمسح شامل للناس، تمام. لو مثلا انا من البدايه موضوع مثلا المستشفى اشوف عيال جوجل، اشوف الحي مثلا لما هشتغل في المستشفى، اشوف عندي الاسماعيليه الطبقه اللي هتعمل فيها المستشفى، وابدا ان انا اسالهم اسئله ايه اللي يشدكم موجود في المستشفى، بعض الاسئله عشان اعرف اخد منهم المعلومات تفيدني في الاحتياجات. ففي تول تاني اسمها اوبسرفيشنز، ان انا من خلال متابعتي للناس في شغلها في المشروعات اللي قبل كده ببدا اشوف ايه الاحتياجات اللي موجوده. اوبسرفيشن يعني ايه؟ انت بتنظر في نظره منك، تمام؟ بتنظر لايه؟ للعمل، انت شفت العمل في تنفيذ العمل، فانت نظرتك دي بتقدر تطلع منها احتياجات، تمام؟ في اسلوب العمل. حضرتك بتقول طيب بنعمل ماكت، تمام؟ ايه انت بالنسبه لحضرتك؟ جيت عمال قبل ما تعمل المستشفى بقيت تعمل ماكت للمستشفى، تلاقي الناس تزور المستشفى. قال لك واحد، قال لك لا بس خلي بالك انت المفروض الاوضه تزيد شويه. شاف الماكت بتاعته وبدا يديك فيدباك، تمام؟ بيبقى يديك اي فيدباك. يبقى بيقول طيب ان الماكت بتاع المنتج بتاعك البرودكت نفسه، تمام؟ اول ما تشوفه ممكن تروح للعيوب وتبدا في توجيه، لان انت بتاخد فيدباك من الناس، تمام؟ بتاخد فيدباك كبير من ايه؟ من الناس. وده بالنسبه لك ممكن يبقى فيه تعديل في الريكوايرمنتس بتاعتك. يبقى جاي طريقه من طرق الجمع اللي هي البروتوتايب. تعالى بقى نشوف بقى ايه البروسيس كلها، الانبوتس والتولز والتكنيكس اللي احنا خدناها خلاص، والاوتبوتس اللي هناخدها واحده واحده ونتمرن عليها ونطبقها تطبيق عملي ان شاء الله. طيب ايه الكوليكت ريكوايرمنتس؟ بروسيس اوف ديفايننج اند ديكيمنت ستيك هولدرز نيدز. انا بشوف الاحتياجات الستيك هولدر تو ميت ذا بروجكت اوبجيكتيف عشان احقق هدف المشروع. يبقى انا بشوف احتياجات الناس واكتبها عشان احقق ايه؟ هدف طيب. الاحتياجات الناس قد تتعارض، يبقى انا حاجه اسمها بالانس ستيك هولدر ريكوايرمنتس، اشوف مين الاولى، تمام؟ ايه الاولى؟ الاحتياجات الاولى، ولو في مشاكل في كونفليكتس بعمل ايه؟ ريسولف ايه؟ الكونفليكتس دي. يبقى احنا بالنسبه لنا في الكوليكت ريكوايرمنت، تمام؟ بنعرف الاحتياجات لاصحاب المصلحه. ليه؟ عشان نحقق اهداف المشروع. طب احتياجات اصحاب المصلحه قد تتضارب، تمام؟ ده بعمل بالانس بينها وبشوف ايه الاولى؟ احتياجات الاولى، وابدا احل المشاكل اللي بينهم. ريسولف ايه؟ كونفليكتس. طب ايه اللي انا في ايدي النهارده في الكوليكت في تبيع الريكوايرمنت؟ أول حاجة في إيدي ورقة اسمها البروجكت شارتر. إيه البروجكت شارتر؟ أول حاجة خدناها ديتا ستارت بروجكت شارتر اللي هي الوثيقة التأسيسية للمشروع. تمام؟ الوثيقة التأسيسية للمشروع دي هتبقى موجود فيها، وأنا بتابع الاحتياج. طبعًا هيبقى فيها وصف للمشروع، وصف إجمالي، هقدر طبعًا من بعض الاحتياجات، هيبقى موجود فيها احتياجات إجمالية. الورقة الأولى دي بتتكلم بصفة إجمالية، بصفة عامة، هيبقى فيها احتياجات إجمالية أقدر أجمعها من البروجكت شارتر، تمام؟ يبقى فيها ستيك هولدرز موجودين أنا كاتبهم أو موردين معينين بروح وأسألهم. إذا من الإنبوتس الأولانيين اللي عندي يكون عندي إيه؟ بروجكت شارتر. طب يكون عندي إيه تاني؟ ستيك هولدر ريجستر، سجل أصحاب المصلحة. السجل اللي احنا عملناه وكنا قاعدين نجيب مهندس حسين ودكتور مش عارف فلان وبدانا نشوف مواقفهم، عشان نبدا نشوف احتياجاتهم. الراجل بتاع وزاره الصحه واحتياجاته ايه؟ تمام؟ هنشوف ايه؟ يبقى الستيك هولدر ايه؟ ريجستر. التولز بتاعتنا اللي احنا خدناها، اول حاجه الانترفيوز، مقابلات الشخصيه، هنقابل شخصيه، هنقابل ناس شخصيا عشان نعرف منهم احتياجاتهم. او نعمل فوكس جروبس. فوكس جروبس دي مجموعات مركزة بتتكلم في مجال معين دقيق، فيبدأ الناس المتخصصة مثلا في مجال الوقاية، مجال الكهرباء، بالنسبة للمبنى، تمام؟ يبقى نتكلم مع بعض في أمور إيه دقيقة. فاسيليتيتد ورك شوبس، ورش العمل، تمام؟ اللي هو بنقول الناس اللي هي بنجمع الناس اللي شغلهم في يعني في اتصال بينهم وبين بعض في الشغل، وابدا اديهم محاضرات وابدا ان انا اتكلم معاهم
تمام، وببدا ان انا ايه اشوف الحاجات المتعارضه بينهم وابدا احط في الاختلافات. الجروب كريتيرتي تكنيكس، قلنا ان ده جروب كريتيرتي تكنيك، العمل الجماعي اللي هو منه ايه؟ الديلفي تكنيك، منه برين ستورم، منه النومينال جروب تكنيك، ومنه العمل الجماعي، تمام؟ ومنه مش متذكر، المهم يعني عندنا اكتر من طريقه من طرق العمل الجماعي، تمام؟ برين ستورمنج، النومينال جروب تكنيك، الديلفي تكنيك، تمام؟ دي طريقه من طرق العمل الجماعي. طيب الجروب ديسيشن ميكنج تكنيكس، ان انا ازاي بتخذ قرار جماعي، قلنا بنقول اول حاجه الاجماع، وبعد كده الاغلبيه، بعد كده القطبيه، وبعد كده برابع حاجه اللي هي الحاجه الديكتاتوريه، ان الواحد ياخد قرار بنفسه. كويشنيرز اند سيرفيز، تمام؟ ان انا بعمل استقصاء وبعمل مسح عن طريق اسئله من طرف الاحتياجات. طيب وبعمل ايه؟ اوبسرفيشنز، تمام؟ انا ببص بعيني من عين المجرده، ببص على الشغل بيتعمل ازاي وابدا ان انا اكتب ايه؟ الاحتياجات. بعمل بروب تايبس، بعمل ايه؟ زي ماكت كده للمبنى لو كان هو مبنى انشائي، تمام؟ بعمل زي حاجه تجريبيه ببص عليها. طيب التولز والتكنيكس دي مش كده بنستعملها كلها في كوليكت كوانت، ده احنا بنقول ان دي التولز والتكنيكس اللي هي موجوده في كل شركات العالم تقريبا، ماشي؟ مش لدرجه تستعمل بعضها، ما تستعملش بعضها حسب ظروف مشروعك وحسب التولز الموجوده في شركتك وحسب الانتربرايز انفيرمنتال فاكتورز، تمام؟ حسب الاو بي اي اورجانيزيشن بروسيس اسيتس، الورق اللي عندك ايه التمبلت اللي انت بتشتغل عليها، البيزنس بلان اللي انت خدتها من مشروعات سابقه، تمام؟ السكر انفورميشن عندك في التولز دي، فخبرتك في التولز هي اللي تحدد. برضه الحاجه نفسها، تمام؟ حجم المشروع بيحدد ايه التولز اللي انت هتستعملها، تمام؟ يبقى احنا التولز والتكنيكس، مش معنى ان انا 8 تولز وتكنيكس في كوليكت ريكويرمنت يعني لازم استعمل ال 8 تولز وتكنيكس. لا، ممكن استعمل بعضها، تمام؟ حسب ظروف مشروع، تمام؟ طيب هيطلع عندي اوت بوت اسمه ريكوايرمنتس دوكيومنتيشن، هتبقى اي تي اي ان، تمام؟ توثيق الاحتياجات، ويطلع ورقه ثانيه اسمها ريكوايرمنتس مانجمنت بلان، اداره خطه الاحتياجات، تمام؟ وفي ثالث ورقه هتطلع عندنا اسمها ريكوايرمنتس فيزابيلتي ماتريكس، مصفوفة تتبع الاحتياجات. ايه الورقة الأولى؟ وايه الورقة الثانية؟ وايه الورقة الثالثة؟ تعالوا بقى ناخد كده ورقة ورقة من الثلاث ورقات دول ونشوفهم. طيب ايه الريكوايرمنت ديكومنتيشن؟ ايه عرفنا فيهم؟ هل من حق أي واحد في المشروع يطلب من الستيك هولدر؟ من حقه يطلب ولا مش من حقه؟ لو انتم موافقين من حقه قولوا نعم، واحد في واحد، لو مش موافقين اكتبوا اثنين، واشوف كده اراء حضراتكم. من حق اكتب واحد، مش من حق اكتب اثنين. في اختلاف، في ناس كتير بتقول اثنين وناس كتير بتقول واحد، لا، من حق كل واحد ان هو يكتب قرار الفصيل، تمام، من حق كل واحد ان هو يطلب طلب. السؤال باشمهندس ماشي، نقول تاني، هل من حق اي واحد من الستيك هولدر يطلب احتياجه ولا مش من حقه؟ نقول تاني سؤال لو حد ايه، من حق اي واحد مهما كانت اهميته ومهما كانت درجته، من حقه يطلب ولا مش من حقه يطلب؟ ده السؤال. هكتبه. لا معلش Okay.
ماشي مصحح. طيب يبقى هو من حقه يطلب ولا من حقه يطلب؟ ناس كتير قالت من حقه يطلب وقالت واحد، وناس قالت مش من حقه يطلب وقالت اثنين. في ناس راحت موضحه وضحت جميله، من حقه يطلب، الاجابه هي واحد. هو من حقه يطلب لكن مش من حق، لكن من حق مدير المشروع ان هو يقرر. يبقى هو من حقه يطلب؟ اه من حقه يطلب. اي واحد لازم يطلب طلب، تمام؟ انما مين اللي يقرر؟ البروجكت مانجمنت تيم او البروجكت مانجر نفسه. تمام؟ لا احنا ما بنقولش بقى بالجولد بليت، احنا بنتكلم دلوقتي في تقرير احتياجات المشروع. هل من حق اي واحد ان يقول ان المشروع احسن من سبونسر؟ ولا انا اقترحت اقتراح والباشمهندس ما رضاش بيه. تمام؟ انت طبعا حضرتك المفروض تكون كل الورق موجود معاك. الطلب بتاعه كان ايه؟ تجيبه. وانت رفضته ليه؟ من ظروف. يبقى هنا ساعتها السبونسر هيعرف انت ليه رفضت. يبقى انت لازم حضرتك تعمل ايه؟ انك انت كل طلب لابد تكتب فيه قبلته ليه؟ ورفضته ليه؟ يبقى عندك الكويرمنت امبلمنتيشن. ماشي؟ طب عندك طلبين متعارضين زي ما قلنا لازم بالانس. طيب ايه الطلب اللي بيتقبل؟ وايه الطلب اللي بيترفض؟ الطلب اللي بيتقبل اللي هو الطلب اللي هو بيكون متعلق بسبب المشروع، او الطلب اللي هو بيخدم على البروجكت شارتر الموجوده. طالما انه داخل نطاق المشروع، طالما التقدير انه هيفيد المشروع، تمام؟ فاذا انا بعمل ايه؟ بقبله. اما اي طلب نوت ريليتد تو ذا ريزن اوف ذا بروجكت شود بي ريجكتد، ارفضه. تمام؟ يبقى اول حاجه ريكويرمنت دوكيومنتيشن. تعالوا نشوف الورقه دي شكلها ايه عشان حضرتك ان شاء الله تاخد البي ام بي وتروح تشتغل في شركه من الشركات العالميه، والشركه دي عندها المبادئ دي. اول ما تشوفها ما تخضش. ريكويرمنت دوكيومنتيشن بيبقى موجود فيها ايه؟ موجود فيها الستيك هولدر، اسم الستيك هولدر، الستيك هولدر ايدنتيفاي ذا نيم اور اورجانيزيشن اوف ذا ستيك هولدر. موجود فيها ايه؟ اسم الستيك هولدر او المنظمه اللي هي ممكن تكون الستيك هولدر ده بيكون انسان شخص، ممكن يكون الستيك هولدر شركه او منظمة. طب بنشوف الايه؟ الاحتياج بتاعه ايه؟ نعرف الاحتياج. تالت حاجه بشوف الكاتيجوري. هتقول الكاتيجوري، هل الكاتيجوري ده بيختلف من مشروع لمشروع؟ وبيختلف من مؤسسه لمؤسسه. يعني حضرتك ممكن تقسم الكاتيجوريز مثلا اعمال انشاءات واعمال كهربائي مثلا، اعمال ميكانيكيه. تقسم، ممكن تقسمها لادارات عندك، حاجات ماليه، حاجات اداريه، احتياج اداري او طلب اداري، ايه المشكله؟ تمام؟ بقى مطلوب حاجه معينه عشان نظبط الاداره عندنا. يبقى انا الكاتيجوري دي بتبص بتعمل ايه؟ التصنيف، التصنيف بيختلف من مشروع لمشروع. والتصنيف بيختلف من ممكن خلال مشروع يعمل اكثر من كاتيجوري. مش حضرتك لو احنا قسمنا مثلا لحضرتك في المكان بتاعك قلنا في مهندسين ومحاسبين، يبقى انت في مدني معين انت مهندس. وفي كاتيجوري ثاني انت حضرتك مهندس مدني. تمام؟ وفي كاتيجوري انت حضرتك في المانجمنت او سينيور مش جونيور. تمام؟ يبقى ايه عملنا ايه؟ كاتيجوري بتختلف باختلاف المشروع. تمام؟ طيب نشوف بقى البريورتي. ممكن البريورتي بقى ان توتال فور باي كاتيجوري، ممكن اهميتها اهميه الطلب ده في الكاتيجوري بتاعه او اهميته عامة. طيب الاكسبتنس كريتيريا بعرف الكريتيريا بتاعت الاكسبتنس. انا هقبل ما هقبل الاحتياج ده ازاي؟ تمام؟ طيب ندخل بقى على مشروعنا اللي احنا بنتكلم عليه. هنضرب كده مثال ونتكلم بالعربي. هنعمل نفس الدوكيومنت دي بس بالعربي. هنقول ايه؟ بدأنا نشوف بعض اصحاب المصلحه اللي عندنا. قلنا ان اسم صاحب المصلحه الاداره العامه للسلامه والصحه المهنيه بالمحافظه. جت الاداره العامه للصحه والصحه المهنيه طلب الطلب.
قالت وجود نظام اطفاء آلي، خلي بالك من كلمه ايه؟ آلي، الطلب بتاعها آلي، يعني في تصفيات عاديه يدويه، هو عايز يسميها ايه؟ آلي. طب هنا صنفه ده تمام. هنشوف التصنيف احنا عملناه ازاي، تمام؟ قلنا الاولويه مرتبه ثانيه، المرتبه الثانيه هو ايه؟ وجود اطفاء آلي، احنا ممكن هذا ان اعمل اطفاء ايه؟ يدوي. طب معيار القبول، نشوف بقى مع بعض قوانين السلامه والصحه انها لابد من اطفاء آلي ولا اطفاء يدوي. خلي بالك حضرتك احنا بنتكلم ايه؟ عايزين نتعود بس على الدوكيمنت شكلها ايه؟ طيب. نشوف بقى تقطع المصلحه تاني من المكتب الاستشاري. طلب مني وجود مولد كهربي 250 كيلو وات للمستشفى انجليز الصنع مثلا. صنفت مثلا المولد من حاجه ادوات مساعده، حاجات مساعده. تمام؟ الاولويه مرتبه اولى طبعا. تمام؟ او معيار القبول بقى او مرتبه القدره دي من الاحمال الضروريه. هو ده ادرس في ليه؟ في الطلب ده، انا هيرفض، هل هيرفض ولا يوافق عليه او يعدل. طب الراجل ده مدير اعمال مدنيه. طلب قال لك الشيء ثلاث حفارات لبدء اعمال الحفر. الطلب هو الشراء. كده هشتغل الحفارات. نشتري ولا نأجر؟ فصنفت الامر ده ان هو ايه؟ انشائي. وعملت الاولويه ده ان هو ايه؟ جاي الدراسه لسه مش قادر احدد الاولويه بتاعته. طب معيار القبول نعمل مقارنة بتاع الشراء، تمام؟ المقارنة بين التأجير والشراء. دي اسمها ايه؟ ريكوايرمنت دوكيومنتيشن. تمام كده؟ طيب يبقى احنا هنا بصينا ايه؟ طبقنا على حاجة خدناها في نفس المشروع اللي احنا بنتكلم فيه. يبقى أول ورقة أول بوست من كلية ريكوايرمنت كان اسمه ريكوايرمنت دوكيومنتيشن. شفنا النموذج بتاعه تمام؟ وشفنا ازاي احنا مالينا النموذج بتاعه بالمشروع بتاعنا. تاني اول جزء عندنا اللي هو ريكوايرمنت مانجمنت بلان. تمام؟ الريكوايرمنت مانجمنت بلان خطه اداره الاحتياجات. بتقول لك ازاي الريكوايرمنت دي هتحلل، هيتم تحليلها وهتكتب وهتدار خلال المشروع. يعني خطه اداره الاحتياجات بنشوف الدوكيومنتس دي اللي هي الجوينت مانجمنت ريكوايرمنت مانجمنت بلان، بنتكلم عن ازاي الريكوايرمنتس الحاجات الاحتياجات الموجوده هتتحلل وهتكتب وهتدار خلال المشروع. نشوف كده التمبلتس بتاعتها. تمبلتس اهي قدامنا ريكوايرمنت مانجمنت بلان ريكوايرمنتس كولكشن تطبيع الاحتياجات. هنكتب فيها ايه؟ ديسكرايب هاو ريكوايرمنتس ويل بي كولكت. هنشوف الطرق، فاكر ايه الطرق؟ هنعمل بقى، عملنا استقصاء، عملنا كات، كونسيدر سيرش تكنيكس از بريز تورمنج انترفيو. يبقى هنشوف ايه؟ تمام؟ يبقى احنا بالنسبه لنا هنشوف احنا جمعنا المعلومات ازاي؟ بتاعت الريكوايرمنت او ايه؟ الخطه اللي هنجمع بيها المعلومات. انا بعمل خطه اجيب بيها ريكوايرمنتس. الكاتيجوريز بعرف الكاتيجوريز التصنيفات اللي بتقول بي يوزد تو جروب ريكوايرمنتس. لما بعمل جروب ريكوايرمنتس هعرفها ان ايه الكاتيجوريز دي. الاولويه ايدنتيفاي ذا ابروتش تو بريوريتايز ريكوايرمنتس. ان انا ايه اشوف اولويات الاحتياجات. تريسابيلتي بعرف سمات الريكوايرمنت نفسها ذات نفسها والبي يوزد فور كريتنج تدريج ليها تتبع. نشوف انا هعمل تتبع ليها ازاي. تمام؟ الكونفدريشن مانجمنت لو في ريكوايرمنت هيتغير طريقه الايه؟ طب الاسئله اللي انا ان شاء الله هدور عليها في الاخر. تمام؟ بالنسبه لنا الكونفدريشن مانجمنت describe how requirements can be changed. تمام؟ بالنسبه لنا يبقى احنا ازاي عملنا ازاي انا هقدر اغير في requirements وطريقه التغيير ازاي ومين عنده مسؤوليه التغيير؟ verification تحقق من ايه؟ ازاي بتحقق ان كل طالب اترفض او اتقبل ومساره ازاي؟ تمام؟ اسمها requirement management plan.
ده كان نقول في المشروع بتاعنا بدأ المستشفى. قلنا ريكويرمنت كوليكشن خدناها، يتم عمل اجتماع مع مجموعه من اطباء المستشفى ومن خلال العصف الذهني يتم تحديد الاحتياجات. طيب هنعمل ورشه عمل مع المكتب الاستشاري للوقوف على اولويات الاحتياجات. ويتم عمل مجموعه من المقابلات الشخصيه مع الهيئات الحكوميه لمعرفه المتطلبات الرئيسيه. تمام؟ يبقى انا بكتب فيها ازاي انا بجمع المشروع بتاعي. الكاتيجوريز قلت اقسمها لاربع تقسيمات، قلنا الموضوع واسع. احتياجات انشائيه، احتياجات طبيه، احتياجات امان، احتياجات مساعده. طب الاولويه تكون الاولويه للطلبات الموجوده في الوثيقه التاسيسيه، كما تكون هناك اولويه لطلبات مين؟ المالك كاستمر احنا عليه. تمام؟ ثم كل طلب يكون ضروري للطلبات الموجوده، يعني اي طلب بيخدم على طلب من طلبات الموجوده في التاسيسات التاسيسيه هو طبعا يكون مين هو الاولى. طيب التاسيسات بتتابع ازاي؟ بتابع تاثير كل طلب من الطلبات على الوضع الاقتصادي للبناء. ببدا ان انا اتابع ايه الاخبار، اخبار الكوست عندي ايه وكبار ايه خلال المستشفى. طب طلبات التاهيل بتحصل ازاي؟ بتقدم اليها مدير المشروع اللي بيكون بالدراسه. لو التاهيل تاثيره بسيط صغير ممكن مدير المشروع يعتمده. طب التغييرات اللي بتاثر على الوقت والتكلفه بيتم رفعها لمجلس اداره الشركه لاحتمال التاهيل او ايه عدم التاهيل. طب طريق بقى تحقق، اما ان احنا نوفر الرؤيه انك تشوف الحاجه اتحققت الطلب اتحقق، او نعمل اجراء اختبارات معينة ايه للتحقق. تمام؟ اسمها ايه؟ ريكوايرمنت مانجمنت بلان، خطه اداره الاحتياجات. تمام؟ طيب في حاجه بقى اسمها ريكوايرمنت فيزابيلتي ماتريكس. التابل دي بتربط كل احتياج بالناس اللي طالباه عشان اتابعه خلال المشروع. وبتربط كل احتياج تمام بالحاجات اللي بتاثر فيه الصفات، بعمل اتريبيوت في الريكويرمنت بصفه عامه. يعني احنا بنعمل اتريبيوت بنشوف الصفات المتعلقه بهذا الاحتياج عشان اتابعها خلال المشروع. نشوف اللي هي التمبلت نفسها، عندنا جروب تايتل، داتا بريبيرد، تمام؟ ريكويرمنت واشوف بقى ايه الاحتياج اللي هكتبه، بريورتي اولويه، الكتاب اللي نفسي كاتبه ما كاتبه قبل كده. طيب ريليتس تو اوبجيكتيف، علاقتها ايه؟ بكتب بقى علاقتها ايه في بالمجهات المشروع، وبكتب وجودها في الدبليو بي اس ديليفربلز اللي هناخدها لسه المحاضره الجايه، وباخد الفيريفيكيشن بتحقق ازاي ان الطلب ده ايه؟ اتحقق او الاحتياج ده ايه؟ اتحقق. اسمها يعني دي بعمل بيها كتابه للاحتياج خلال فترات المشروع. فبجي اول معلومات المشروع وبقول ان هو محطوط في المشروع عشان سبب كذا، هدف من اهداف المشروع، وجوده في الدبليو اس في المكان الفلاني. طب وبتحقق منه ازاي؟ بالمكان الفلاني. تمام؟ طيب عملنا برضه مصفوفه تتبع احتياجات اسم المشروع بناء مستشفى خاص. اسم المشروع بناء مستشفى خاص. طيب التاريخ 8/10/2012. بدأنا نشوف طلبات معينة اللي احنا كنا اخترناها قبل كده. وجود نظام اطفاء قليل الحريق. قلنا الأولوية التصنيف نفس الكلام، قلنا العلاقة بالهدف، قلنا المطلب ده حماية المستشفى. طب مين اللي طلبه؟ اللي طلبه الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية. طب لما اتحقق الطلب ده بعمل ايه؟ برجع امضي الاداره العامه للسلامه والصحه المهنيه علشان اراضيهم اقول لهم الطلب بتاع حضراتكم اتحقق. ازاي ده بقى من التحقق؟ بكتب المصدر وعلاقته بالهدف ومكانه فين؟ يبقى انا باخد معلومات بتتبع بيها الاحتياج ده لغايه ما اعرف ان الاحتياج ده خلاص تم وخلاص ما عادش له تاثير. طيب عندنا اقول الاحتياج الثاني علاقه بالهدف ان احتياطي لتشغيل الاجهزه الضروريه لوقت انقطاع التيار. مكانه في الدبليو اس مكان فلاني في نظام ترقيم على ما ناخده فيه. تمام؟ التحقق هنبدا نحقق من هذا الامر. طيب تاني حاجه شراء ثلاث حفارات لبدء اعمال الحفر. الاولويه الجانب الدراسي زي ما قلنا انشائيه مدير الاعمال الملانيه. علاقه بالهدف وجود حفار لازم لبدء الحفر لبناء ايه؟ المستشفى. تمام؟
بروفيسور، كان ثلاث ديكيمنتس حاولنا نعملهم. ان شاء الله عايز من حضراتكم ان شاء الله انكم تعملوا الثلاث ورقات دول على مشروع تاني، كل واحد فيكم يحدد لنفسه مشروع. لو مشروع مشابه مفيش اي مشكله عندي، لكن الثلاث ورقات دول تعملوهم وتبعتهم لي على الميل بتاعي. الميل kammesmat@yahoo.com. قول تاني. اكتبه. اكتبه. kammesmat@yahoo.com. تمام. كل واحد من حضراتكم ان شاء الله يحاول يعمل النماذج، المنازل دي يفضيها ويملاها من اول وجديد ويبعت لي هو عمل ايه، كل واحد في مشروعه الخاص بيه. هي المفروض ان يجيب اصلا ملفات باوربوينت. لو حضرتك حتى عملته تاني من اول وجديد وكتبت بقى المشروع بتاعك واسم المشروع، هحصل على اكتر من 50 60 مشروع جديد، وكل ورقه وحضرتك بقى احتفظ بالورقه اللي انت هتعملها. يبقى عندنا ثلاث ديكيمنتس، تمام؟ عندنا واجب لغايه يوم الجمعه. نحاول. دي افضل تطبيق ليك على الامر ده. ان حضرتك تعمل لنفسك مشروع. طيب تعمل لحضرتك مشروع وتكتب فيه اي مشروع يخطر على بال حضرتك، ومش مهم دقه الكلام اللي حضرتك تكتبه، بس المهم انك فهمت ان هنا في حاجه اولويه. هتكتب جيب الاولويه، هكتب فيها كلمه ايه؟ تصنيف، هتقسم التصنيف اللي انت شايفه. الناس مثلا ايش بيبر؟ الثلاثه بيبر اللي هم مصفوفه تتبع الاحتياجات وخطه ضبط الاحتياجات وتوثيق الاحتياجات. انت حضرتك تفضيهم وتكتب مشروع من عند حضرتك. ممكن حضرتك عايز تعمل انجلش براحتك، عايز تعمل عربي ممتاز، عايز تعمل انجلش برضه الاثنين الاثنين 10 10. تمام؟ حاجه من حضرتك تفضل. لكن في الاخر عايزين بس ان احنا نطبق اللي احنا بندرسه. يعني الكلام بتاعنا ان احنا نطبق اللي احنا بندرسه. حضرتك ما تطلعش واخد بي ام دي ونجحت في الامتحان، تمام؟ وما انتش ما تعرفش حاجه عن النماذج دي. ما حضرتك قلت حضرتك النماذج اللي هي ريكوايرمنت تريسبيلتي ماتريكس اللي هم موجودين جوه المحاضره سيشن 3. هكتب المطلوب. مطلوب تملى النماذج الجديدة بمشروع من عندك طيب ان شاء الله. مطلوب تملى النماذج الثلاثة بمشروع من عندك. ايه هما النماذج الثلاثة؟ تمام. ايه النماذج الثلاثة اللي احنا هنتكلم فيها؟ اللي هو الريكويرمنتس دوكيومنتيشن. شوف طلبات تغيير، اكتب طلب اثنين ثلاثة واكتب الا الجدول كامل، وتكتب تاني حاجة تكتب ريكويرمنت مانجمنت بلان. انت عامل نفسك مشروع تاني، تمام؟ وتعمل التالتة اللي هي ريكويرمنت تريسبيلتي ماتريكس، وفي الآخر تبعت لي على الايميل بتاعي. عايز ان شاء الله ان انا اشوف حضراتكم كلكم باعتين لي الشغل بتاعكم ده، يبقى صوت كله موجود ان شاء الله. الناس بتوع الاكاديميه الدعم الفني هيبعتوا لكم بعد المحاضره ان شاء الله. ان شاء الله الصوت كله هيبقى موجود ان شاء الله. تمام خلاص كده؟ طيب يبقى احنا كده عندنا واجب. المثل اللي المره اللي فاتت كان محتاج اسئله واجب. مراتب موجود على الموقع، موجود
يعني تاخد الرجاليه تبعتوها. طبعا تبعتوها على الميل. فين النماذج؟ النماذج يا اخوانا موجوده جوه جوه الورق بتاعنا بتاع الباور بوينت، 3 نماذج قلناها. نكتب النماذج بس اخر حاجه عشان نجيب النماذج. توثيق اكتب لكم بالعربي. احتياجات وخطه اداره احتياجات. معلش احنا في ناس مسهرينها، قربنا نخلص ان شاء الله. و ومصفوفة تتبع الاحتياجات. ان شاء الله عايز يكون عندي اكثر من 100. طيب يكون في جروب خاص بكورس يا ريت. طيب نبدا بقى نحل الاسئله مع بعض، وهنعمل بقى عايزين نعمل ان شاء الله الاسئله بتاعت حضراتكم. هنعمل ان شاء الله استطلاع راي من طيب نبدا بقى ان شاء الله. السؤال الاولاني عايزين هنعمل استطلاع راي، ايه الحل الصحيح؟ بيقول لك ايه؟ هو determines مين اللي بيحدد ال the project scope requirements of a new project، the customer ولا the stakeholders ولا the project manager C ودي the sponsor. تعالى نشوف مع بعض. ايه الاجابه الصحيحه؟ انا هنزل لكم، هعمل لكم ايه؟ publish. ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ قدامنا دقيقة ونص كده ونحل فيهم السؤال. لا على الاستطلاع بقى. أيوه البوت ده شغال. انا اللي ما عملش موت يعمل. اعتقد قدامكم ظهر قدامكم الريزلت. تمام. ااا إيه مني خلاص؟ اعتقد النسبة الأكبر كانت بتقول إن البروجكت مانجر هو اللي بيحدد السكوب بتاع المشروع. يعني للأسف رأي الجمهور كان خاطئ. اللي بيحدد السكوب بتاع المشروع هم الستيك هولدرز. نخلي بالنا من حاجة. الريكوايرمنت اللي أنا خدتها من فروم ستيك هولدرز. طب دي اللي اختارها البروجكت مانجر. تمام؟ طيب عايزين نقول حاجة، أسئلة البي إن بي يبقى فيها اجابتين صح، بل ثلاثه صح بل اربعه صح. الستيك هولدر بيضم الثلاثه، هو مش رأي الكاستمر بيضم في النافي سكوب والبروجكت مانجر والسبونسر، كل دول بيكونوا لي ريكوايرمنت بتاع النيو بروجكت. تمام؟ لذا فالستيك هولدر كلمه جامعه واجابه صحيحه 100%. يبقى احنا عايزين نعرف ان البي ان بي اسئلته يبقى فيها
اكتر من اجابه صح، لكن في اجابه اصح الصح، يبقى الصح الصح هنا الاجابه رقم 2. طيب نعمل نخش على الصفحه السؤال الثاني. بيقول لك انت ريجاردنج دلفي تكنيك، فاكرين دلفي تكنيك؟ all of the following statements are true except كل العبارات الموجوده صحيحه ما عدا. بتبقى way to reach a consensus of experts. B experts are identified but participate anonymously while facilitator uses a questionnaire to solicite ideas. بيقول ان هو ان الاكسبيرتس بيعرفوا لكن بخفاء، يعني كل واحد ما يعرفش مكان التاني. دي طب ذا اكسبيرتس ار انكرايزد باي ذا فاسيليتيتور تو ميك دايركت كونتاكت وذ اتش اذر. بيقول لك ان الاكسبيرتس بيشجعوا ان هم يعملوا كونتاكت بينهم وبين بعض. رابع حاجه ذا ريسبونسز ار سبميتد اند ار ذن سيكوريتد تو اكسبيرت فروم فاذر كومنت. تمام؟ ايه ولا بي ولا سي ولا دي؟ نشوف كده ال البوم بتاعنا ال شيرت الناس انت تتفرجوا كده شوف الجنب ايه الغلط اللي موجود؟ اثنين ولا ثلاثة؟ جدا ان الاجابه الثالثه هي الاجابه الصحيحه بفضل الله، معظم الناس بتوصل الاجابه الصحيحه. اللي بيقول لك حاجه غلط ان هو بيشجعهم هم يتصلوا ببعض، لا. الاجابه الثانيه بتقول ان هو بالخفاء، تمام؟ والاجابه الاولى بتقول ان هو عايز يوصل لاجماع، والاجابه الرابعه بتقول ان هو جامد سيركوليت كذا علم يعني كذا لفه وكذا دوره. فاذا واحد A و B و D صح بمدار الدرج تكنيك. السي ليس لها علاقه بالدرج تكنيك، لذلك الاجابه هي السي وإجابة موفقة من الجميع بفضل الله. طيب نشوف بقى الإيه، واضح مع حضراتكم قدامكم الشاشة كويسة، مش محتاجين إرادة. The project manager believes that the undefined the project score may provide added the value for the customer. What should the project manager do? Change the scope of value. Contact the customer to determine if the change at the value. Call a meeting of the change control board. Or change the project objective. في سكوب معين هيدي قيمة زيادة للمشروع. طب نعمل ايه؟ يغير بقى هو هيدي يعني في مبلغ زياده هيحصل. تمام؟ كان مثلا انت رحت المديريك بتاعك المديريك قال لك لا يا باشا دي هتديها غير المغيره كلها وهتكلفني فلوس اكتر. انا كده قلت لكم الاجابه. طب المره دي راي الجمهور ما شاء الله عليهم، راي الجمهور ممتاز. طبعا الإجابة الثانية بكلم الكاستمر أقول له نضيف ولا لأ؟ جات لي حاجة جديدة أشوف نضيف ولا لأ؟ تمام نخش على الصورة ورا
ونفتح الرابع، شوف نفس الصباح. وده ده يقول لك يور كاستمر ريكوست ازاي بيعملوا ريل رود اللي هي كارز اللي هي عربات اللي بتمسك عربات اللي بتشتغل سكه حاليا. يو ار بيلدينج فور ذيس كمباني بي كونستراكتد فروم هيفي جريد المونيوم فور ريفيوينج ذا ريكوايرمنت تو ريفيو. يعني هو الراجل عايزها المونيوم ذا ريكوايرمنت تو فيو اكسبيرتس انفورم يو ذات ذا كاستمر وود بي بيتر اوف ويز ستيل كارز. هو يعني هم بيقولوا ان هو الستيل اللي هي العربيه. You meet with the customer to discuss this issue. تقول له يا ريت ما نخليها المنيوم. I need to go ahead with the aluminum cars. ابدا اشتغل المنيوم كارز مع ان الخبراء قالوا دي ستيل كارز، المفروض بقى ستيل كارز. نعمل ايه بقى؟ نقابل تاني عشان نضمن ان هو فهم راي الخبراء ولا find a way be cut others costs and upgrade the car to steel. نغير الامر للستيل. ولا بروفايد الوينج كارد ذات ميت ذا ريكوايرمنتس اوف ذا كاستمر، نمشي كلام الكاستمر. ولا ميت ويز اكسبيرتس تو فايند اذر بروفايدر فور ذا كاستمر، يقول له اقتراح تاني للايه؟ الكاستمر. نشوف كده فين الردود. ما ده الامور متقاربه، معناها دي من الاسئله اللي بتعلمك في المواقف موقف كل واحد في الموضوع. نعم. دي اللي بتعلمك دماغ البي ام اي بتشتغل ازاي. على فكره احنا لينا بعض الحلول اللي هي حلول غير قاطعه ودي لقيتها دلوقتي. تمام؟ وهنشوف مين اقرا راي الجمهور هيبقى شكله ايه. ونناقش راي الجمهور، نناقش راي الجمهور ونشوف ايه الخطا اللي كان في راي الجمهور. طيب راي الجمهور اقوى اكتر حاجه اللي هو الايه؟ رقم أربعة. يريد رقم واحد. خلاص احنا كده عندنا الأمر. طب وثلاثة ثلاثة متساوي تقريبا مع اثنين. طيب نناقش حل من الحلول الموجودة. بيقول لك الراجل اللي هو الكاستمر طلب ريد وود بكارد عربيات مصنعة من الألمنيوم. فانت وانت شغال الخبر قالت لا 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 ده لو احنا عرضنا عليه ان هو عملها من ستيل كانت هتبقى افضل بكتير. فرحت كلمته فبتقول له لا انا احنا يا ريتنا من ستيل، لا استمر في الالمنيوم. تعمل ايه؟ الاجابه الاوليه للناس يعني بعض الناس اختارتها ميت ويز ذا كاستمر اجين تكلمه تاني عشان تتاكد he understands the expected values about using steel instead of iron. لو حضرتك كلمته تاني ده نوع من انواع يعني انت مش هو قال لك انا فهمت وطلباته المفروض هي الانتداب هو الكاستمر. تمام؟ ايه هو الكاستمر فطالما ان هو الكاستمر تمام يبقى ما ينفعش اقول له تاني انا خلاص قلت له مين قال لك ان هو ما فهمش؟ خلي بالك في اللغه ما تقالش ان هو ما فهمش عشان تيجي تقول ان انا قبل تاني وارشح له واكد له واقول اكد ان هو لا. طيب نشوف الرابع اقابل الاكسبيرت عشان اخد اقتراح تاني للكاستمر. ليه؟ كاستمر عايزها كده. حضرتك الكاستمر بتاعك عايز موبايل ضعيف جدا، ممكن تقول بس اجيب لك موبايل انضف، لا عايز الضعيف. كاستمر كلامه منفذ. عارفين الحل ايه؟ تمام؟ الحل هو سي. سي بروفايد الومنيوم كارد ذات ميت ذا ريكوايرمنت اوف كاستمر. انا ما عندي كل الموضوع عندي، انا قلت له اللي قلت له اللي قلت له الوصيه او الضيف نفسها في فيها طرح احلام كده، تمام؟ والناس اللي ما والناس اللي حياتها غلط اتعلمت. اتعلمت ان هو ما بيفكروا ازاي. ما تقلقش بالسؤال ان في مشكله معينه في الفهم. لو طلع الاجابه دي مش اجابه. ما قالكش ان انا اجيب اقتراح تاني، اقتراح تاني ليه؟ عشان اوصل له الفكره؟ لا، هو الراجل فين كلامك؟ مش غلط. بيقول بس كده انا اعمل حاجه غلط وعيط، لا مش غلط حضرتك. طلب العميل مش غلط. مش هو هيرضي لك؟ يبقى انتهى الامر. فنرجع بالامان، هو بيتكلم خلاف على الخامه. لو على الامان تخليه هو يمضي. بس انا بتكلم على الخامه اللي موجوده، هو عايزها بالخامه الفلانيه، هيدفع ثمنها الفلانيه،
اذا نمشي كلام نصحته وقلت له ما تخليها تيل اكبر، هتصدي بعد كام سنه تمام الماتيريال. قلت له هتصدي بعد كام سنه، قال لي لا انا عايزها خلاص يعني، انا عايزها تصدي بعد كام سنه. يبقى هو المخلوق، يبقى الاجابه هي ايه؟ سي. خلي بقى حضراتكم ده الاسلوب بتاع البيئه المعيه في السؤال ده، تابع جدا في السؤال ده، هم اعتبرهم كده الاجابه سي. اكتبها لكم. لا دي طبعا غلط خالص. يبقى الاجابه في ما في اجابتين، احنا بنقول الاجابه الافضل وانت بي ام بي، يبقى فيها اجابه. انا شايف ان الاربع اجابات حلول، بس حلول بقى مش حلول بي ام بي. هنقول دي اسئله علم نفس؟ لا والله، بس موجوده هنا في امتحان كتير، مش علم نفس ولا حاجه. اللي هو عايز يقول لك البي ام اي بيقول لك خليك عملي، ما تقعدش تضيع في وقت. تمام؟ نخش على السؤال الاخير. The right measure was to use the DIF technique to obtain expected opinion on some difficult technical issues. He is facing what should he be careful to do. Make sure the expert's consultants are recognized to do. Convey information and work toward a single opinion. Consult the stakeholder. Meet together with the expert to obtain consensus. معلش الاستطلاع كان غلط، معلش اسفين. هو حضرتك وردت السؤال. ايه الاجابه الصحيحه؟ شوف كده. ايه اللي يحذر منه في الديف تكنيك؟ الجمهور ما زال حتى الان ما بين 2 و4، في تنافس شديد ما بين 2 و4، وعلى فكره احدهم الاجابه الصحيحه. ايه اللي بيحضر منه في الدفن فلوس؟ بيحضر منه الاب مع بعض الاجابه الرابعه. ميت توجذر، احنا قلنا ان في الدفن فلوس بقى كل واحد في الخفاء ما يعرفش التاني، هو بيحضر من الاربعه الناس تقابل مع بعضها عشان يعملوا الاجماع. لا، ده ما يحصلش، او ده مش المفروض يحصل. تمام؟ طيب يبقى لازم كل واحد يكون ايه؟ لوحده. يبقى الاجابه دي، لا الاجابه دي. تمام كده؟ يبقى كده ان شاء الله احنا خلصنا ايه اخر النهارده، خلينا كوريكت الكومنتس، وان شاء الله النهارده نحاول ناخد الاربعه التانيين ان شاء الله. اهم حاجه ما نستعجلش، اهم حاجه نفهم ونحاول نطبق الواجب اللي انا قلت عليه. طيب احنا هنشوف الاسئله كلها دلوقتي بقى ان شاء الله. الواجب اللي انا قلت عليه من الثلاث نماذج دول، لابد ان احنا كل واحد فينا مر نفسه على مشروع معين، نشوف اختياراته في الريكويرمنت شكلها ايه. عايز تتكلم واجب فين؟ الواجب هم الثلاث نماذج، كل واحد يعملهم على مشروع معين. كل واحد فيه احتياجاته، احتياجات العمل بتاع المشروع. طيب حضرتك ان شاء الله للناس ايه؟ ان شاء الله هتبعت لحضراتكم ايه؟ الملف الباوربوينت. والتسجيل هيرفعوه ان شاء الله كمان يومين على اليوتيوب. مناقشة السؤال الرابع مهندس شادي،
لو العميل طلب حاجة مخالفة من مواصفاته بتقلل الأمن. على فكرة دي حصلت في مشروع، يعني حصلت في مشروع فعلا الأمر ده، تمام؟ مرضى العميل على إن هو لو في أمانة هو الأول قال له رأيه، وبعد كده عمله ومرضى العميل على كده، بحيث إن كل يتحمل كل مسؤوليات الأمن. مش خاصة عشان بقول لك اختاري من حواليش. يعني هو احنا بيقول ان الكاتب مضمون ان هو الطلب بيجاب، طب لو في مشكله نعمل ايه؟ خلاص طب انا بردي، لا انا او ارفض بقى ان انا استلم مره ثانيه. عشان نتكلم عن طلبات بصفه عامه، ماتيريال حاجات لابد ان ايه؟ من الاول. في امكانيه ان انا اشوف الواجب وناقشه ضغط. طبعا حضرتك عايزك تبعت لي الواجب على الايميل، وانا اقول عمولي مثلا بحضرتك عملت كذا، في مشكله في الكلام ده، او اعرف بقى بكلام حضرتك في المشروع بتاع حضرتك. حضرتك المشاريع من ضمن واسعه. بس مش كده، ممكن تعرض الناس لخطر. هي في عامل دي بقى ان انا ممكن الجا لطرف ثالث. الكورس 20 محاضرة. ممكن انا اعرض الناس لايه؟ لو الامر وصل لخطر شديد، لا ده انا اجيب طرف ثالث واجيب مثلا ناس. اول النهارده احنا خبطنا بدري شويه. الدين بوك ولا فيرست؟ طبعا الدين بوك افضل منه. الدين بوك معايا عالي ده، ولو عايز يعني حضرتك النت فيرست بيلجا ليه ان هو اسلوب كتابه مبسط شويه. يعني النت فيرست بيلجا ليه ان هو كتاب مبسط، لو انت عايز شكل مبسط خد خش على النت فيرست. بس خد بس لا غنى عن ريتا عن الدين بوك. دول لا غنى عنهم. لو حضرتك يعني لسه مثلا امر بالك جديد ممكن تقرا كتاب النت فيرست ان هو اسلوبه اكثر بساطه. حضرتك عملت جروب الدورة؟ ماشي يا باشمهندس. ممكن حضرتك تبعته في الجروب لحد عايز يبعت الحاجة بتاعته. طبعا كتاب ريتا ما يستغناش عنه أي واحد بيشرح. شيء طبيعي إن في تشابه كبير للترتيب. لأن هو كتاب عربي أكتر من كتاب بين بوك. certification for beginner. قصدك حضرتك اللي هو طب سؤال بس اللي هو سي اي بي ام ولا ايه المقصود بالظبط؟ مش فاهم. في ده في شهاده طيب مهندس احمد بديل نور هند انا انتهى الدوره ندخل اختبار دي ام بي. حضرتك بعد الدوره واحنا الحمد لله بعدين ان شاء الله التوازن البطيئه اللي عايشين بيها ايه هتخليك بعد الدوره هتقلل زمن مذاكرتك لكتاب امتحان دي ام بي. ماشي؟ بس عشان احنا ممكن ندخل على طول لكن اتباع 50 55 دولار لان الامر ممكن سؤال لما تتكلم مع الكمبيوتر سؤال ما تاخدش الشهاده وسؤال تاخد بيه الشهاده. فاحنا عشان نكون ضامنين لازم نقرا الكتاب مرتين ونكتب فيه مرتين. خلوه مرتين. بما ما انت خلصت ال 50 ساعة وخدت الشهادة خلاص محاكاة كده مش هنصح. ما معاك. تحل معانا كتاب ريتا وتركز معانا في التريكات بتاعتها. انا قد ما اقدر بقرا له يعني قبل ما حد قبل ما حتى احد الناس قالوا هذا الامر.
انا قبل ما اجي بقى ريتا كويس قوي، يعني براجع من ريتا اي في حاجه طلعت انا مش واخد بالي منها، ولو في حاجه انا عارف ريتا انا بحاول على قد ما اقدر. من ريتا انا بهتم بيه جدا، يعني كتاب جميل جدا، كتاب عملي على قد ما اقدر. تصوير حاجات جميله يعني ما شاء الله. جزاك الله خير يا باشمهندس كمال، مسكه اسكت. والمهندس علاء محمود انا بقول له نحل معايا كتاب ريتا. معلش طيب، يعني الاسئله انا اديتكم على فكره واحده بروسس بس، عشان كده الاسئله كانت قليله شويه، الاسئله قليله شويه في كليه ريكوايرمنتس، لكن كليه ريكوايرمنتس فيها 9 تولز، الاسئله تبقى فيها قليل، فمعلش سامحوني النهارده ان الاسئله قليله، هنحاول نخلي الاسئله اكثر شويه المره الجايه ان شاء الله. وجزاكم يا باشمهندس مجدي. اسمها كتابين، اكتبها لكم، بين ده كوليتا. برضه في العالم الإجابة ده مهندس عمرو فوزي. لا هو كتاب ريتا، كتاب ريتا في نوعين موجودين، في لا آخر نسخة 7، بس 7 ما تفرقش كتير عن 6، آخر نسخة 7 صح، بس اللي معاه 6 مش مشكلة، ما يضيعش على 7، الفرق مش كبير. وحصل تغيير في 31 اغسطس اللي فات، فعدلوا الريتا من 6 ل 7، تغيير بسيط جدا ما فيش اي مشكله، ده شغل كبير اكتر منه شغل. طيب عند حضرتك انت 7؟ لا شمس احمد حسين، ما هو ده يوجد فرق، اه ده يوجد فرق، ده رايي يعني، او ان كان في رأي في فرق طفيف. الله يكرمك يا باشمهندس، ننزل نهاية تحت أمرك. طب في 5 دول طيب، لو حد عايز يسأل بس أنا بجد بجد معاهم، مش عايز أمشي ويكون في سؤال ما جاوبتش عليه. بس أنا بسأل يا باشمهندس محمد حافظ، كنت عايز أعرف طب الناس تاخد الفايل إزاي؟ آمين يا رب. بنصحك الشمس عن هاد ومنت حاجة احنا قدرنا نقدم الكورس 3 محاضرات 20 احنا